شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. ها هو الشهر الكريم يمضي سريعا، العشر الأواخر قد بلغنا هذه العشر الأواخر منه، ستكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم، نتعرف على ثواب العشر الأواخر وفضلها والأعمال فيها بجانب فقراتنا اليومية، ونستقبل مداخلاتكم عبر الهاتف في الفقرة الأخيرة من البرنامج. ورحب بالضيوف الكرام معي في الاستوديو، الشيخ سعود الهاجري حياك الله أبو عبد العزيز، سعادتك معنا اليوم. الله حيك الشيخ وجزاكم الله خيرا للاستضافة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. شيخ مبارك الله المري حياك الله شيخ مبارك، وسعادتك معنا في حلقة من برنامج رمضان الدوحة. الله يحييك ويرحم والديك، وشاكرين لكم استضافتكم الله يجزاكم. يا مرحبا يا مرحبا. شيخ تركي بن عبيد المري حياك الله شيخ تركي، وسعد واجدك معنا الله في يحييك. حلقتنا الله يحييك ويسعد ايامك. نسأل الله عز وجل ان يكتب لنا في هذه اللقاء النفع والقبول. اللهم امين. شيخ معاذ القاسمي حياك الله شيخ معاذ. الله يحييك، طولت علينا واجد. الله يجزاك خير ويرحم والديك. يا مرحبا. الله يتقبل منا ومنك. شيخ الكرام، نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا شهر رمضان، ونحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا العشر الأواخر منه. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قولوا آمين. آمين. قولوا آمين. 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 بحق المشاهد أنت تقولوا آمين. العشر الأواخر، أدركنا العشر الأواخر، ماذا ينبغي على المسلم فعل في هذه العشر الأواخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم. طبعا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، كان عليه الصلاة والسلام يعطي أولوية ويعطي اهتمام شديد بالعشر الأواخر من رمضان، كما روى ذلك زوجه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. العشر الأواخر من رمضان فيها الكثير من الأعمال الصالحات، فيها ليلة عبادتها خير من ألف شهر. الكثير من المسلمين إلا من رحم الله لعله قد أضاع الكثير من الفرص، الكثير من الصلوات، الكثير من الأوقات ضيع وسوف في قراءة كتاب الله جل وعلا، ففرصة عظيمة أن يتدارك الخلل وأن يجبر التقصير الذي قد حصل في أول الأيام من خلال العشر الأواخر من رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال في الحديث الآخر بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالواحد من الآن يحاول أن يجتهد في العشر الأواخر كلها، فبالتأكيد بإذن الله سبحانه وتعالى إذا اجتهد في العشر كلها بأنه سيوافق ليلة القدر. لأن نجد للأسف الشديد أن بعض الإخوة هداهم الله لا يهتم في القيام وقراءة القرآن والاجتهاد في العبادات إلا في ليلة 27 أو ليلة 29 فقط. بنتكلم أكثر. شيخ مبارك حياك الله معنا في هذه الحلقة، كيف يجتهد الإنسان في هذه العشر الأواخر من رمضان؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمسلم في كل حالاته في رمضان وفي غير رمضان هو مطالب بالاجتهاد لطاعة الله عز وجل، ويتأكد ذلك في شهر رمضان المبارك، ويتأكد أكثر في العشر الأواخر من رمضان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان كالريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. فشهر رمضان موسم للطاعات، ينبغي للمسلم الاجتهاد فيه أكثر من جهده في أي وقت آخر، لأن المواسم الفاضلة المسلم مطالب فيها بالإكثار في الطاعات، فضلا عن أن الأجور في هذا الشهر المبارك مضاعفة، مضاعفة جدا إلى 700,000 ضعف إلى أضعاف كثيرة. و قد بين النبي صلى الله عليه وسلم، قد بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العشر،
فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله. ولكن هناك أمر بسيط ما أدري هل أوضحه الآن، اللي هو عبر في هذا الحديث هناك حديث آخر في سنن النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة كاملة إلى الفجر، ولا صام شهرا كاملا إلا رمضان، ولا ختم القرآن في ليلة. فيجمع بين هذا وهذا أنه أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله بأنه يحيي غالب ليله وليس ليله كله. الشيخ تركي، أيضا الشهر العشر الأواخر هي أفضل الليالي أو ليالي السنة على الإطلاق، كيف يغتنم الإنسان هذه الليالي ويجد فيها حتى يجد هذه الليلة التي قال عنها الله تبارك وتعالى خير من ألف شهر؟ على الإنسان أن يستشعر يعني عظم هذه الليالي وكثرة الأجور المترتبة على الأعمال الصالحة فيها، وأنه حين يتعرض لنفحات الله تعالى في هذا الشهر فإنه ينجي نفسه من لفحاته يوم القيامة، وهو كذلك يفوز برضوان الله تعالى. التأمل في الثواب لا شك أنه مما يعين المسلم على استغلال الأيام ويبعثه على الاجتهاد في طاعة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله واجتهاده في هذه العشر، وكيف أنه يعني يحيي ليله وينصح لنفسه ولأهله فيوقظ أهله لاغتنام هذه الليالي. وهنا إشارة تدلك على أنه مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم كذلك أن يتعاهد أهله كذلك بالنصح والإرشاد والتوجيه، وأن يستحثهم على استغلال هذه الليالي. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يوقظ أهله، وقد كان هديه صلى الله عليه وسلم في غير رمضان أيضا، قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق باب فاطمة وعلي رضي الله عنهما فيقول لهم ألا تقومان فتصليان، وهو الذي أيضا حثنا كذا حث الزوجة على إيقاظ زوجه ونضح وجهها بالماء إن هي لم تقم. فهذا يدلك على أنه مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في هذه الليالي كذلك النصح للأهل والزوج والذرية وإرشادهم وتوجيههم للتعرض لنفحات الله تعالى والاستغلال هذه الأيام الفاضلة. أيضا النظر في سير الصالحين، فقد كانوا يحرصون ويجتهدون في هذه الليالي اجتهادا مضاعفا، حتى إنك لتعجب من حرصهم رضي الله عنهم وألحقنا بهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته. كانوا يحرصون على استغلال هذه الليالي حرصا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كان يحرص كذلك على أن يحيي الليل كله. وورد في بعض الأحاديث وإن كان في سندها مقال إلا أنه يتقوى بعضها ببعض، وورد عن عائشة وأنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر عشاءه إلى السحور، جاء هذا عن عائشة وأنس، وإن كان في الحديثين مقال إلا أنهم يعتضدان ببعضهما ويتقويان كذلك بما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنك تواصل، قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، إني لست كهيئتكم. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم فليواصل إلى السحر، وفي هذا دليل إباحة ماذا؟ تأخير العشاء إلى السحر. والجمع قد يقال إن المراد أنه كان يفطر على شيء خفيف، أيوة ثم هذا اللي أنا أقصد للناس قد تفهم ثم يؤخر العشاء، أيوة إلى السحر، لأن ذلك يبعث على النشاط في العبادة. وكان من هديه أيضا في هذه الليالي أيضا كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان في سندها مقال إلا أنه مما جرى الفقهاء على الاحتجاج به في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين، وهذا لأنه يبعث على النشاط في العبادة، أي بين المغرب والعشاء كان يواظب النساء في العشر الأواخر على الاغتسال في هذا الوقت، لأنه كان يبعث على ماذا؟ على العبادة. كل هذه العوامل تساعد على الاجتهاد في الطاعة والمبالغة في
طاعة الله عز وجل في هذه الليالي. الشيخ معاذ، كيف الإنسان يعني ينبغي عليه أنه يستقل هذه الليالي كلها في طاعة بين مسجد بين قراءة، يعني يفرغ نفسه لهذه الليالي لأن فيها أجر عظيم جدا، حتى ما يفوت عليك هذه الليالي، والناس تعتقد بأن يوم 21 تجتهد، 22 تروح تقضي حاجاتها، 23 تجتهد وتفرق بين الوتر والشفع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جزاهم الله خير المشايخ، ما قصروا يعني ذكروا اغلب الاحاديث اللي فيها فضل هذه الليالي والعشر الاواخر، لكن انا اقول هذه من نعمه الله سبحانه وتعالى على عباده ان بلغهم هذا الشهر الكريم. واحنا اليوم ان شاء الله في اليوم 20، وان شاء الله هي اول ليله، ليله 21 هي اول ليله من ليالي العشر الاواخر. النبي صلى الله عليه وسلم خص عباده في حديثه فقال: من قام رمضان، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأفضل العبادات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ قيام الليل. وقيام الليل هو شرف المؤمن كما تعلمون. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة وهي الصلاة في هذه الليالي؟ لاشتمالها على أجور عظيمة لا تتوفر في غيرها. فالمصلي أولا هو في يعني مقابلة الله سبحانه وتعالى، في مقابلة ملك الملوك، وأيضا منها أنه سيقرأ القرآن. وأفضل شيء في الصلاة طول القيام وكثرة تلاوة القرآن، وأيضا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وفي معنى الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذنوب ابن آدم تكون فوق رأسه، فإذا سجد انتثرت هذه الذنوب وسقطت. طيب، فهذه العبادة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا استحضار هذه الليالي والأجر العظيم الذي سنحصده في العمل في هذه الليالي. فنجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا يحتسب كل عمل يقوم به في هذه الليالي. فإذا استحضرت عظم الأجر والحسنات التي ستجنيها، وأنك ربما تكون من عتقاء الله سبحانه وتعالى في ليلة من هذه الليالي، يعني لا شك أنك ستبذل المزيد والمزيد لكي تتقرب من الله سبحانه وتعالى. وما عند الله سبحانه وتعالى أكثر من هذه الأجور، لأن الصوم كما بينا في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. هذه الليالي لا شك بأنها أفضل ليالي العام على الإطلاق، لا نفرط فيها، لكن أطلع فاصل قصير ثم أعود إليكم فكونوا معنا. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. حياكم الله معنا مشاهدي الكرام من جديد. نتابع الآن فقرتنا، وهي فقرة مغانم، التي تتناول اليوم قصة المدفع الرمضاني. نحن صغار قبل كنا يعني نروح نشوف، فما زالوا الشباب حسن رميحي راح للمدفع الرمضاني، خلنا نشوف إيش اللي بيصير. اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم. حياكم الله مشاهدينا. في سنة 865 للهجرة في القاهرة كان السلطان المملوكي قاعد يجرب مدفع عشان يستخدمه في الحروب، وصادفت أول طلقة أطلقها وقت صلاة المغرب في رمضان أول يوم، فظنوا الناس أن هذه أداة التنبيه عشان يفطرون الناس، وصارت صدفة وراحوا الناس يشكرون السلطان، وبعدها صارت عادة في كل الدول الإسلامية إلى اليوم. اليوم بنكون مع أخواننا في سلاح المدفعية المسؤولين عن مدفع رمضان في قطر، نتعرف معاهم من تاريخ المدفع في رمضان. خلونا نشوف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يسلمك. إن شاء الله بخير. بخير. الله يسلمك. حياكم الله ويانا. الله يسلمك. أخوي، في البداية لو نتكلم عن تاريخ المدفع وتفاصيل المدفع في قطر. شوف، المدفع 25 رطل دخل الخدمة سنة 1967. طبعا مدفع مراسم، يعني في شو اسمه، في المهمات الرسميه اشتغل عليه،
في قدوم رمضان المبارك. ما شاء الله. طبعا هناك مع قدوم رمضان في قبل رمضان بيوم واحد ترمى 6 طلقات ترحيبية. استقبال لرمضان. اي استقبال ترحيبية رمضان الكريم. في نهايته طبعا استودعه ب4 طلقات 6 طلقات يعني. ايضا نفس الشيء. انه خلاص رايح. طبعا يشتغلون عليه 4 افراد من الحظيره اللي يشتغلون عليه. حلو. بالنسبه للتوقيت هل عندكم توقيت معين ولا في توافق بينكم بين الاوقاف مثلا؟ لا شوف عندنا في ورقه موجوده فيها اللي هو يسلمون هناك في العمل قاعده هناك يعطونا ورقه توقيتات متزامنه مع شو اسمه وزاره الاوقاف. وعلى ضوها على الوقت او ما دقيقة تطلب 31 زين. هل احنا عندنا مدفع واحد في قطر؟ لا عندنا طبعا مدفعين هناك. عجيب. في مسجد الامام عبد الوهاب وفي شو اسمه المطار عند ورد التموين العائلي. عجيب. في مدفع ثاني. نعم مدفعين. ونفس الوقت يطلبوا بنفس التوقيت بالضبط. عجيب. اللي عندنا عندهم نفس التوقيت ما شاء الله. زين مسألة هل الطلقة اللي تحطونها هل هي طلقة حقيقية؟ لا طلقة صوتية ما في. صوتية غاز يعني هي مجرد صوت بس صوت يطلع ينبه شعار ينبه ان ما شاء الله خلاص وحن هذا وقت قريب وقت الاذان. الله يعطيكم العافيه وجزاكم الله خير. مرحبا مليون. الله يسلمك. الله يعافيك. اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم. حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام من جديد. حسر ما يحش تسيبنا بس ترى المدفع صوت ما يسوي شيء، لو سوى شيء مشكلة بعدين نخاف. شيخ سعود ليلة القدر نبي نتكلم فيها على ليلة القدر فضلها العمل فيها تحريها كل هذه الأمور وأدي الأخوان إن شاء الله يكونون أيضا يتناولون هذه القضية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلت أؤكد على النقطة الماضية اللي ذكرناها اللي بخصوص اغتنام جميع الليالي حتى أن المسلم يوافق ليلة القدر. ولعلي أؤكد على مسألة أن ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني البعض للأسف الشديد مثلا إذا ما قدر مثلا يقرأ القرآن كاملا يترك قراءة القرآن، يقول لك يا أخي أنا ما أقدر أختمه. يا أخي على الأقل اقرأ ما تيسر منه، 2 صفحات 3 صفحات 4 صفحات اللي تقدر عليه. إذا مثلا ما قدر كمثال أن يقوم مثلا ببناء مسجد خلاص لا يقوم بالمساهمة في بناء المساجد مطلقا. إذا ما استطاع أن يفطر صائما ما يدفع حتى لو شيء بسيط او شيء قليل عليه، هنا يبادر باي لو بالقليل اي شيء يقدر عليه يعني. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خير العمل ادومه وان قل، فهذا دليل انك تبذل قصارى جهدك. فالواحد خصوصا يعني للاسف الشديد يعني احنا نعرف الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه. والواحد كلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا الجنه. آمين. فتحتاج الى عمل. يعني انا اتعجب من بعض الناس يعني يترك رمضان كامل ويفوت عليه كثير من الأجور كثير من الصلوات. فإذا ما أتينا له نناصحه ونناشده أن على الأقل يستغل العشر الأواخر من رمضان، خلى العشر الأواخر وأيضا تكاسل عنها ما تشاهد لك إلا في مثلا ليلة أو ليلتين فقط. فإحنا بما أننا نتحدث عن ليلة القدر وفضلها وعظم الأجر المترتب على استغلال هذه الليلة، يعني نهيب بجميع الإخوة ونذكر أنفسنا قبلهم أن نستغل جميع الليالي ابتداء من اليوم. لعل اليوم تكون ترى ليلة قدر. كان شوف شيخ مبارك شي يقول أيضا ليلة القدر. ليلة القدر ليلة عظيمة جدا قد لا يفي التعبير واللسان بعظم هذه الليلة. كيف وقد قال الله عز وجل إنا أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما أدراك يقول رب العالمين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خطاب للأمة كلها، وما أدراك أي عن عظمتها وقدرها. ويقول أهل العلم معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي العظيمة القدر أو عظم قدر الطائع والعامل فيها. وقيل أن المعنى فيها التضييق بمعنى أن ليلة القدر في الأوتار، هذا معنى من المعاني وإن لم يكن يعني المعنى المجمع عليه. عظمها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الطاعات في هذه العشر. قول النبي عليه الصلاة والسلام إني متحريها فمن كان منكم متحريها فليتحرها في الأوتار،
أي في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 هذا ورد. وقد يقول قائل أنها خاصة في الأوتار. وقد ورد عندنا كذلك في الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان أو كعب بن مالك أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم متحريها، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وفي الأوتار هي أحرى، ولكن قد يأتي حديث آخر يشكل على الأوتار، وهو حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام تحروها في 90 بقين أو في و70 بقين أو 50 بقين، بمعنى إذا كان رمضان 30 يوما فلا تكون في الأوتار على هذا العد، تكون بالأشفاع، تكون في الأشفاع. إذا قال في 90 بقين والشهر 30 تكون أي ليلة؟ 22 24. وكذلك في الحديث الصحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أريت ليلة القدر، ثم خرج فوجد رجلين من الصحابة يتخاصمان فرفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفعت عنه وهذا يدل على أن الخصومة فيها من الأمور الغير طيبة، لأن رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد خرج ليخبرهم بليلة القدر، فقال إني رأيتها أريت ليلة القدر وإني أسجد صبيحتها في ماء وطين، وكانت ليلة 21. فهذا يدل على أن ليلة 27 ليست على الدوام، قد يكون في 27 وقد يكون في 21 وقد يكون في 25 وهكذا، وقد تكون في الأشفاء بناء على الحديث الذي بيناه الله. الشيخ تركي، قد يكون الإنسان لو عرف هذه الليلة 27 سيتفرق في هذه الليلة يترك 9 ليالي. هذا قد جانب الذي يجتهد في بعض الليالي دون بعض. الحقيقة أنه قد جانب الحكمة من إخفاء هذه الليلة. الشارع إنما أخفاها لأجل ماذا؟ لأجل أن تجتهد، يريد منك الله عز وجل أن تجتهد في هذا العشر الأخير كلها. إذا كان الله يريد منك هذا بدليل إخفائها عنك، فلماذا تخالف مراد الله عز وجل وتجتهد في بعض الليالي دون بعض؟ نعم، اختلف العلماء اختلافا كبيرا جدا في تعيين المراد بليلة القدر، وهل هي ليلة معينة أم أنها ليلة غير معينة تتنقل، والخلاف في هذا لا ينحصر، بعضهم أوصلها إلى 30 قولا أو أكثر. فإذا كنت يعني أمام هذا الخلاف الكبير الذي لا تستطيع به أن تجزم بأن ليلة القدر هي إحدى هذه الليالي، مع أن الأرجى أن تكون هي في العشر الأواخر، هذا هو الأرجى، بل هناك أقوال تقولنا في النصف الأخير، هناك قول بأنه في رمضان، هناك قول بأنه في العام كله، لكن لا شك أن الأحاديث تظاهرت على أنها في هذا العشر الأخير، فلنتفق على أنها في هذا العشر الأخير من رمضان. أي اتفاق؟ تظاهرت على أنها في العشر الأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم حين في حديث في صحيح ابن حبان أراد بعض الصحابة أن يستوضح من النبي صلى الله عليه وسلم في أي العشر هي، فضاق النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال هي في الأوتار، ولا تسألني بعدها، هي في 7 الأخير من رمضان ولا تسألني بعدها. جاء في حديث ابن عباس ما يعارض هذا، أنه قال في 7 بقين أو مضين، هل هي باقية أم ماضية؟ فاختلف الحساب في ذلك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مثل هذا، يقول إن هذا الأمر لا يمكن أن يحسم. لماذا؟ لأنك لا تدري هل الشهر تام أو ناقص، فإذا كنا سنحسب بالباقي فيتوقف الأمر على ماذا؟ تمام الشهر أو نقصانه. فإذا كان الشهر ناقصا تكون الأوتار هي الأوتار، إذا كان الشهر تاما تكون الأوتار هي ماذا؟ الأشفاع. إذن فالأمر لا يمكن أن ينحسم. وإذا كان الإنسان يتحوط في تجارته وفي ربحه وفي كسبه الدنيوي يتحوط له أتم الاحتياط، كيف لا يتحوط لتجارته مع الله عز وجل؟ أنت في تجارة مع الله، الله عز وجل يقول لك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إذا كنت يعني 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 تستقبح من نفسك التفريط في تفويت المكاسب الدنيوية والعاعة الدنيا، فكيف تفرط في الأجور الأخروية وفي الصدقات أو في الأجور التي سيكون لك ذخرها باقيا يوم القيامة، تحتاج إلى حسنة واحدة لتثقل ميزانك لتنجو من عذاب الله عز وجل، كيف تفرط في هذا الباقي لك وتستقبح من نفسك التفريط في لعاعة الدنيا؟
هذا أمر عجب، يعني نحن نتكلم عن من الناحية العقلية الصرفة أمر عجيب من مسلم يعتقد بثواب الله عز وجل وبأن هنالك جنة وأن سلعة الله غالية وأنها الجنة وأنه في هذه الدنيا في دار العمل في تجارة مع الله عز وجل، ثم يفرط هذا التفريط. لا شك أن هذا من فرصة عظيمة. الأمور التي أنا أعرف أحد الأخوان كان يتحرى هذه الليلة زين، وهي العلامات التي تأتي بعد الفجر، يقول رأيت ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى ليلة وليس في ليلة ثابتة، ما يقارب 15 سنة يتابع. فنقول له احنا متى كانت القدر العام؟ قبل العام، فما كان يعلمنا. وأيضا تطلع شيخ معاذ بعض الإشاعات تقول لك والله ترى الأمس أنا شفت الشمس بدون شعاع فهي ليلة القدر هي أمس، وتلقاها في وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، وهي من باب التحبيط للناس. الواحد اللي شافها هل هو يقول حق الناس ولا ما يقول؟ طبعا مثل ما قلت أنت، يمكن الحين لو انتشر مثلا ليلة 25 هي ليلة القدر أو ليلة 21 هي صارت ليلة القدر، فخلاص الناس يقول لك والله اللي أنا شاد حيلي عشانه ولا بي أحصل من الأجر والمثوبة. مثل ما قال الشيخ أخبار بالعالمين ليش حق ليش؟ وهي خير من ألف شهر، هذه راحت علي خلاص ايه بيبدأ العيد. خلاص أنا هني أبدأ أتساهل وتكثر الطلعات والروحات والجيات. إخفاء هذه الليلة هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر الشيخ تركي أنك أولا إذا داومت على طاعة الله سبحانه وتعالى في جميع هذه الليالي هذه العشر ستدرك بإذن الله سبحانه وتعالى إيش فضل ليلة القدر. والله سبحانه وتعالى عندما وصف ليلة القدر أولا سماها ليلة القدر، فهي ليلة عظيمة المنزلة وعظيمة الملائكة، وشرفها الله عظيمة سبحانه القدر أيضا. عظيمة القدر وأيضا شرفها الله سبحانه وتعالى بأنه أنزل فيها القرآن الكريم، وأيضا في هذه الليلة تنزل الملائكة وأيضا جبريل عليه السلام ينزل في هذه الليلة. كل هذا إيش من عظيم وقدر وشرف هذه الليلة أخفاها الله سبحانه وتعالى لكي تستزيد من العمل الصالح، تدرك ليلة القدر وأيضا يضاف إليها ما اجتهدت به في هذه الليالي التي أنت يعني اجتهدت فيها. أخفاها الله سبحانه وتعالى لكي يعلم الصادق، لكي يعلم الراغب في طاعة الله سبحانه وتعالى الذي يريد جنة عرضها السماوات والأرض، لكي يتبين من هو المتساهل. وأيضا فيها شكر لله تعالى على هذه النعمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطر قدما تسأل عائشة وقد غفر لك ما تقدم. فهذا الأمر شكر مطلوب وأيضا إخفاءها مطلوب، وأي واحد اليوم لا يكون محبط للآخرين عندما لو شاهدها أو شافها يجب أن يستر هذا الأمر عنده حتى يشجع الناس على هذه الليالي، وهي ليالي بسيطة هي عشر ليالي فقط. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا لمن علمها أن يخفيها أيضا. نعم. وهذا حتى يزداد الناس في الأجر والخير. فاصل قصير ثم نعود إليكم. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات، اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. أهلا بكم شيخ الكرام من جديد، سنستقبل مداخلات السادة المشاهدين عبر الهاتف الظاهر أسفل الشاشة اللي هو 444-441-81. الاعتكاف شيخ سعود، ناس تعتكف في رمضان تدخل تتفرق تأخذ إجازة، ما هو الأجر اللي حصل الإنسان على اعتكافه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دائما أحاول ما أجاوب عليك على طول ألف شوي. من نعم الله سبحانه وتعالى ومن عظمة هذا الدين ويسره أن ننوع في العبادات حتى ما يدخل الملل أو السامة إلى نفس العبد. يعني في بعض الناس لما مثلا نحثهم على أجر الجلوس من بعد صلاة الفجر إلى إشراق الشمس أو الجلوس بعدها بربع ساعة حتى ترتفع الشمس قد رمح فيصلي ركعتي الضحى، يقول لك يا أخي شو أسوي وأنا في هالوقت مثلا الساعة؟ خلاص أنا قريت قرآن. طيب من عظمة هذا الدين في عبادات كثيرة مختلفة، ممكن مثلا نص ساعة تقرأ قرآن، خلصت يا أخي تفرغ لأذكار الصباح، خلص استغفر الله سبحانه وتعالى، قل سبحان الله وبحمده 100 مرة، قل استغفر الله وتوب إليه 100 مرة، ادعي الله سبحانه وتعالى. يعني الاعتكاف شيخ سعود الآن لوزارة الأوقاف حددت مساجد معينة تعتكف فيها، وأيضا بلغت الأمة بوجود أن هذا المسجد فيه معتكف، فالإخوان يعني ما هي المدة اللي يمكث فيها؟ إيش كثر في الاعتكاف؟
أقل مدة وأقصر مدة أحولها على الشيخ تركي يفصل فيها. ماشي. لكن الـ ما هي الأداب زين؟ يعني هي الأداب. خلينا نتكلم على الأداب زين. هو يعني فرصة الاعتكاف إنك تتفرغ صراحة. يعني لو الواحد جلس مع نفسه وحاسب نفسه على الأيام الماضية والليالي الماضية من بداية رمضان إلى اليوم ليلة 21 إن شاء الله، فرطنا في كثير منها بسبب انشغالاتنا الدنيوية. يوم تروح تفطر عند فلان، يوم الغبقة عند فلان، يوم التقهوة عند فلان، يوم معزوم عند فلان، صحيح؟ فهذا ضيع علينا الكثير من الأوقات. حان الآن إن خلاص. لا بس الحمد لله الحمد لله القطار أصبحت الغبقات في العشر الأواخر تقريبا يعني نشوفها تغل كثير، والحمد لله في إقبال كثير من الشباب وكبار السن والنساء والأطفال صحيح. على أيضا صلاة التراويح والقيام. ما هي الأداب الشيخ مبارك على مسألة الاعتكاف؟ أولا بالنسبة للاعتكاف، الاعتكاف هو لزوم المسجد، لزوم المسجد من شخص مخصوص طاعة لله عز وجل. والاعتكاف قد يكون إلزامي من الشخص لنفسه وقد يكون مستحب. فالاعتكاف الإلزامي هو ما نذر العبد على نفسه به، أن يعتكف مثلا إن وافق أو أخذ حاجته الفلانية أن يعتكف ما شاء الله، ويقدر على نفسه المدة المعينة والمسجد المعين. هذا البخيل ها؟ هذا إنما يستخرج به من البخيل الذي هو النذر. نعم. وهناك الاعتكاف المستحب الذي هو مثل اعتكاف العشر الأواخر، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20، وهو للحادثة التي حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام لما نصب خيمته فنصب أمهات المؤمنين خيامهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر تريدنا، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتكفه ذاك العام فقضاه من العام المقبل. فالاعتكاف من أعظم القربات إلى الله عز وجل في هذه العشر الأواخر. فعلى العبد القادر الاعتكاف، والمراد من الاعتكاف محافظة العبد على نفسه وعلى وقته، لأن محافظة على الوقت في هذا الزمان في كل شيء العبد مطالب به في جميع الزمان. وفي العشر الأواخر العجيب والغريب أنك قد ترى وتجد من هو يعني خارج المسجد ليس بمعتكف، وقد يكون عنده محافظة على وقته أكثر من المعتكف داخل المسجد. كما بين الشباب المراد من هذه العشر المحافظة على الأوقات واستغلال كل دقيقة تمر عليك، هذا المراد من هذه العشر واستغلالها. طيب معتكف اعتكف وأخذ الجوال معه، كيف وضعه؟ هذا المعتكف قد يكون أشغل منه في خارج الاعتكاف، لأن في الاعتكاف متفرغ، هناك قد يجد ما يشغله عن الجوال، ولكن في الاعتكاف متفرغ جدا لهذا الجوال. فمن الآداب التي تنبغي على المسلم في مثل الاعتكاف إذا اعتكف أن يفرغ نفسه ويحمد ربه الذي وفقه لهذا الاعتكاف، ويستغل كل دقيقة تمر عليه. نسأل الله أن يوفقنا. الشيخ مبارك يقول لكم الجوال في العشر الأواخر حاولوا تبعدون عنه. عاد الشيخ مبارك؟ نعم. أيضا المدة الشيخ الوقت الاعتكاف. قبل هذا كلمة قالها ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، عرف الاعتكاف عند أهل المعرفة، عند أهل الديانة يقولون الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق سبحانه وتعالى. سبحانه. قطع العلائق، معنى قطع العلائق قطع وسائل الاتصال كلها. لا أظن أن هناك وسيلة اتصال أشد من هذا الجوال في زماننا. فمما ينبغي للمعتكف حقيقة أن يتحرز منه أشد الاحتراز، وأنا أنصحه أن يأخذ جوال نوكيا أبو نعم بوزار أما بالنسبة للاعتكاف بينا الشيخ مثل الأعراس ما حيدخل إلا بالتليفون العادي، نفس الشيء مفروض المسجد ما يدخل إلا نفس الطريقة. نعم. أما بالنسبة للاعتكاف بين الشيخ مبارك بعض أحكامه، وهو باختصار هو اللبث في المسجد بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو في الأصح من قولي العلماء أنه يصح يوما وليلة، ودون ذلك يصح حتى ولو كان ساعة ولو ساعة من الزمان. يشترط له أو يعني يمكن إجمال أحكامه في أربعة أركان. أول ما يتعلق بالنية، لا بد له من نية.
فيعقد نيته بأنه يلبث في المسجد بنية التعبد لله عز وجل، فإذا لم تكن هناك نية فلا يصح منه الاعتكاف. الأمر الثاني أن يلبث في المسجد لبثا مجانبا لمفسدات الاعتكاف، والتي هي الجماع والإنزال والمباشرة مع الإنزال ونحو ذلك، كذلك البيع والشراء. ومما يقع فيه كثير من الناس بسبب هذا الجوال يبيع ويشتري، يبيع ويشتري في المسجد. هذا محرم حتى لغير المعتكف، حتى عن الضالة لو كان صح من قول العلماء، وهذا بالحلال، لأنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف ولغيره. ومذهب الجمهور أنه يكره لغير المعتكف، لكن المذهب عندنا أنه يحرم البيع والشراء لا سيما إذا كان معتكفا، فهذا يبطل اعتكافه من أصله. الأمر الرابع نعم الأمر الرابع الأمر الثالث المكان، فلا بد أن يكون مسجدا تقام فيه الجماعة إذا كان ممن تلزمه الجماعة، فلا بد أن يكون مسجدا تقام فيه الجماعة لئلا يحتاج إلى خروج. الأمر الرابع هو اجتناب مبطلات الاعتكاف، ومبطلات الاعتكاف هي باختصار الخروج من المسجد لغير عذر، كذلك الجماع والوطء وملحقاته إذا كان معها إنزال ومباشرة ونحو ذلك. مما يسأل عنه كثير من الناس في هذا الموضع هو ما يتعلق برحبة المسجد، هل هي منه أو لا، لا سيما وأن المواضع غالبا تكون في رحبة المسجد، فهل الخروج من المسجد لها؟ أولا الخروج لأجل الوضوء ونحوه هذا لا يبطل الاعتكاف لأنه حاجة. ثانيا رحبة المسجد إذا كانت محوطة بسور فإنها من المسجد في الأصح من قولي العلماء. يسأل كثير من الناس موضوع شيخ تركي بسامة حتى بس ما تتعدى هذه، يسأل كثير من الناس عن الجنوب. قبل هذا عندما كان صفية، عندما جاءت صفية وكان سنة كان معتكفة، خرج عن باب المسجد عندما مر الصحابة قال على سلكم منها صفية، كان معتكفة سلم في ذلك الوقت؟ نعم كان معتكفة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يسأل عن كثير من الناس الجنوب، قد يحتاج إلى أن يخرج لأجل أن يغتسل ونحو ذلك، فنقول لا، هذا لا يبطل اعتكافه. كذلك الحائض، إن هي طرأ عليها الحيض أثناء اعتكافها فالصحيح من قول العلماء أنه لا يبطل اعتكافها، لكن يلزمها الخروج لبيتها حتى تطهر ثم تعود، وهي في يعني في هذه المدة هذا الخروج لا ينقطع به الاعتكاف، لا ينقطع به اعتكافها، فبعد أن تغتسل تعود إلى المسجد، ولها أن تقضي إن كانت قد نذرت، لها أن تقضي ما سبق في أيام أخرى. شيخ معاذ، ممكن حتى الإنسان ممكن يدخل الصلوات ممكن فترة معينة ينوي الاعتكاف، يكون يعني غير الاعتكاف الذي يحدد دخول الفجر وطلوع المغرب، قد يدخل مثلا بالصلوات ويقول أنا معتكف في هذه الفترة ولا لا؟ طبعا وقت الاعتكاف اللي عارفه انه مش محدد بوقت معين او بيوم كامل، او يعني هو من المسلم اذا نوى الاعتكاف ومكث فتره في المسجد فيحسب الله سبحانه وتعالى بنيته اجر هذا الاعتكاف. يقول احد السلف يعني كلام فيما معناه ان عجبت من الناس تركوا الاعتكاف وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف الا في الحادثه اللي ذكرها الشيخ مبارك. طيب فكيف يتركه الناس فيما بعد؟ احنا اليوم الحمد لله في قطر هناك مساجد يعني مفتوحه للاعتكافات، وزاره الاوقاف ايضا حاطه رقم اللي بيسجل، اللي بيسجل اسمه اللي بيعتكف. هناك ايضا بعض المساجد ايضا مخدومه من ناحيه الفطور ومخدومه من ناحيه السحور، هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. بعض الدول الغربيه والدول الخارجيه المساجد تغلق بعد صلاة الفجر مباشرة ولا تفتح إلا قبل صلاة الظهر، وأيضا تفتح قبل صلاة الفجر بعشر دقائق. يعني أنا حتى من المناظر صراحة اللي حسيت أن فيها حرص يعني في بعض الناس، نعم إحنا ربما تكون إحنا متوفرة عندنا لكن نغفل عنها. تخيل الشيخ أحمد قبل صلاة الفجر تقريبا بنص ساعة الناس واقفين قدام المسجد، قدام باب المسجد، باب المسجد مقفل، كل واحد ماسك مصحفه في يده وقاعد يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. شوف الحرص، هذه النعم يجب الانسان تشكر هذه النعم، الرسائل الموجوده. لكن للرسائل الاخيره الشيخ سعود، في احنا في العشر الاواخر
هذا مع أن في رسائل تكلمت فيه بداية كلامك، لكن ودي تكون مختصرة 15 ثانية. إنستغرام كل واحد سناب شات كل واحد يكون شعاره في هذه الليالي العشر لن يسبقني إلى الله أحد. أبذل كل ما في وسعك، عش هذه الليالي العشر الأواخر أنها آخر ليالي عشر ستعيشها في حياتك، فإنك لا تضمن هل تبقى في عداد الأحياء في رمضان 1437 أم تكون في عداد الأموات. يجيب مع خيمة صغيرة معه ويحطها معه، ولا يجيب خيمة حتى يعني إحنا مسجدنا لا ما خلينا. شيخ مبارك شكرا شيخ سعود، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى والمسلمين. نصيحتي لنفسي أولا وللمسلمين، اغتنام الأوقات في كل وقت الإنسان يغتنم حياته، ثم في هذه العشر يغتنم كل دقيقة تمر عليه بقراءة القرآن وبذكر الله، ولا تحقرن من المعروف شيئا. جزاك الله خير شيخ مبارك، كلمة خير شيخ معاذ. أنا أقول الرابح هو من استغل وقته في رمضان وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شكرا لمقدم برنامج درس. كلمة أخيرة، اقطع الخلائق، اقطع العلائق بالخلائق واتصل بالخالق. نعم، كلها أيام وليالي قليلة، لابد أن نستغل هذه الليالي حتى نكتب ممن قام هذه الليلة. وصلت إياكم لختام حلقة اليوم من رمضان الدوحة، استودعكم الله والتقي معكم قد إن شاء الله في الرابعة والنص، حتى ذلك الموعد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،